This is a breaking news alert. Superstation 95 FM reports a shocking admission made in the international press. During an interview on RT Arabic, Dahlem Al-Anzi of the Kingdom of Saudi Arabia discussed why the Arab world felt the need for Syrian President Bashar al-Assad to be removed from power. He also reaffirmed the need for a ground invasion to accomplish that goal. While outlining the weapons of war, he confirmed that the Kingdom of Saudi Arabia possess a nuclear bomb. Here's the clip. والسعودية المملكة العربية السعودية تتصرف كدولة مسؤولة. لهذا قامت القيادات الفاعلة في المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الدفاع بتقليل الخطر الحجم الخطر الإيراني في اليمن، ثم الآن تقليل خطر الحجم الخطر الإيراني في الشام وفي سوريا. حكاية أنه والله روسيا تريد دعم بشار، شخص واحد، إنسان واحد، رجل واحد ومع مجموعة أشخاص في هذا النظام ويذبح الشعب السوري. لا، الجيش العربي السعودي لن يقف. أخي الكريم مكتوف الأيتي، الجيش العربي السعودي هو يمثلنا نحن السعوديين. لماذا نحن نشتري هذه الصواريخ وهذه الطائرات وهذه؟ نحن لدينا قنبلة نووية من أكثر من سنتين، التجربة النووية ربما تعلن خلال أسابيع. لماذا نحن نمتلك هذه الأسلحة؟ لماذا؟ إن لم يكن دفاعا عن الحق العربي ودفاعا عن الحق الإسلامي ودفاعا. أخي الكريم، السعودية لا تريد الدخول في حرب. السعودية أصبحت تمتلك قنبلة نووية. الشعب السوري نعم نمتلك القنبلة النووية. نعم 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 بكل بساطة نعم نمتلك القنبلة النووية. هذا خبر عاجل على أول مرة اسمع. آخر كلمة، ليس خبر عاجل. القوى الكبرى تعرف أن يعني نحن كنا نقول أنه إذا إيران قامت بإعلان التجربة النووية بوقاحة سوف تقوم المملكة العربية السعودية بإعلان التجربة. لا مشكلة. Subscribe to the channel and we'll keep you updated as more information becomes available. Please distribute this to your social networks and as always we welcome your input in the comments below. This has been a Next News Network breaking news alert.